بالله جوست يا جماعة تو ميك شور مانيش المهبول الوحيد اللي لبس لك ابو صباعك برجو ليه ما نعملش حاجة بينزو يا باي سو نلبس فيها هكا طمنوني يا جماعة مانيش الوحيد برجو ليه شعرة لذعت علي الدرون. المشكلة هو انه اوريزمون عمل فيها فازة كي توصل 30% باتري تعمل ريتورن هوم وحدة هي ديجا قبل معناتها قبل تيك اوف ديجا تعمل جي بي اس تاعها تشوف هي وين وبعد تعمل ريتورن هوم وحدة نحنا قاعدين نتيرو بالواحد الكونيكتور في النوت 9 صار كيما الجو معناتها كنح ورجع ونعرفش شنو صار بالضبط جاتني ديسكونيكتد والدرون ماش عارف عليها وين برسمك وريم عمل طلة لهنا ما تعرفش عليه وين كلكو بار غادي والدنيا مصاحبه وهي بيضه بون شانس 30% كتبت لي وحدها باتري لو ريتورنينغ هوم اول حاجه تعملها درون شنو هي تطلع التيتود طلعت بريسك 250 متر في اللاتات نتاعي والطبيب باش يجيب لنا باتري اخرى باش نعملوا كلكو بيروليت سو كيما قلت لكم طلعت التيتود 250 متر وقعدت تلوج على البلاصه وجيت فوقنا بالضبط وعملت لاندينغ سو الحمد لله يا ربي فلوس حليل هي الحومة هذاك احمد رخش ليه زاد في الكهرباء بتاع الطبيب والذي يشبككم كل شادين تليفونية تاع الصباح سليف زف تكنولوجي باي ذا واي 8 تاع الصباح يا جماعة اش تعمل الطبيب بسام خليني رايت يا رايت قال لك شي كان بسام خليني رايت براسك تحكي مع المدام هاي مع الصباح مع حد ما تحكي معاه قلت لك عندي حكاية امبورتونت تعال نشوف فيها فهمت دونك خليني رايح نجيك بعد تنجيك بعد تصور بيورينا يا دي ليه ما تشوفش ليه ما تشوف يعجبكش شنو تحب تصور تشبيك نورمال جد استنى 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 تلعب هاي صور هاي تلعب شبيكش على خسرتني برشا حكايات انت مش تقول لك اوها يا دي زبد فدليك يا دي مش فدليك الحكاية اللي بس مش بقى طلع برا في سيت لازر فأنا خسرتني ما ينجمش يكون سيت لازر كان سيء نونيخ قلت كبعد اشبك شي صور في التليفون بعد تصورتني ليه ما تصورش تليفون ما تشوفش ما تصورش تليفون يعني بالسيف معناتها هذا يسميه هذا نجم شكيبيك انا معناها شكيبيك الحاك مش تقول له بالله جاي صور لي في تليفوني ولا طبيب اوه ديه يا قيتوا ازي اتوقت كنت تصورش اش تعمل؟ لا تسير علي معلم دفع الدروك ليه ها بحق ديك ستي ذي
فقت به نهارين التالي قال عليه طفل صاحبي تي لوغو شبه شب البورن هوب لا لا اسمه كرتاش بيت فهمت بيت كما... تاع شنو بيت وين بيت كرتاش شنو هي يزي بيت انا نحكي معك سيريو تقول لي بيت يزي بالراسك سيريو فهاد ليك هذا السيت راه تاع شنو هو لو عبد ايش نقول لك ايش نقول لك ريت هذا كيما البرومو سبور باش تدخل بيه فلوس ريت انا البارح برومو سبور كوره معناها هي ما خير برومو سبور تعرف عمرك ما تربح هذا حاسين البارح يا صدقهم فزت هذا وانت انا يعني قلت لك البارح بركه دخلت طبيب وتلعب في البارح دخلت بعد ميلورو شريتي فوتر واو عليه طبيب يخلص ميلورو يخلص قدام مليون اي معناتها برسمي برسمي تفلي برسمي برسمي دخلت ميلورو فيناري بعدها جوست لعبت سبيعتين كي نحكي شو تلعب بوكير ولا بيار ولا فما كل شيء فما لعب وبرشا حاجات لعب كيما فيسبوك معناتها تلعبهم ولا تهبطهم فما برشا لعب فهمت وفما اوه مشروع هذا اه ريتك بالرسمي ميلو رو كوي وما خلصتهم معناه ولا في الانترنت في ولا في الكونت يتصبولك ايه نارك فهمت معناتها هنا تو نزيد نلعب مرتين وخلينا نشري كاميرا معناتها باش تبدل لنا الخرده نتاعك الكتكات غير باش تشري كاميرا كيف ايه تو تدخل تشريها بون شانس بس برشا تربح كل يوم فهمت هكا هاو تقول عليه حد بيه لا لا هكا هاو تقول عليه الحد حاسيلو خلنا نمشي ناي خليل الطبيب هذا يطلع منه تقول نحكي معكم وطالع في في الجون حاسيلو قالوا يلعب طلع قالوا كرتاج بيت وين بيت مع بذوي برامون سي كرتاج سي تونسي نصور كرتاج بيت برجو لي ميلو رو في ليلة برجو لي وشيت عفصت على بونجور everybody again. شرطة يا مكوب لازم حبيت نوضح حاجة قاعدين تقولوا لي فيه ديما وعلاش ما ترجعش لي لايف ستريم علاش ما ترجعش لي جيم بلاي وين ذا اولد دراكو وين وكذا باش نعطيكم لي ريزون علاش بعدت على لي لايف ستريم بعدت مش معناتها مش باش نرجع بعدت معناتها نجم نرجع تو مامو اما هاو لي ريزون علاش لفيت اني نعمل لايف ستريم يبخلني على الاخر على الاخر على الاخر اني باش نهبط فيديوهات خاطر لايف ستريم شنو هي تجي تقعد تلعب تكتيف في او بي اس تعمل كذا تست في كونيكسيون اوب اون وتلعب على روحك وعم تتفرج تلعب ساعتين ثلاثه اربعه والسلام وغدوه روبلوت انسي دو سويت وقت اللي نجي نخمم انا باش نعمل ايدين تاع فيديو ما ناش بنعمل حتى شيء ابخي تو ديما نقول راني ام يوتيوبر يوتيوبر هو كونتنت كرييتر يعني كرييتور دو كونتينو يصنع حاجه معنا ستريمر انك تلعب على تويتش ولا يوتيوب اللي هو ستريمر مع ستريمر حاجه وكونتنت كرييتر حاجه انا بيرسونيلمون نحب نمشي اكثر في الكونتنت كرييشن عندي برشا افكار نحب نعملها حبيت نتوسع على برشا حاجات منهم الفلوجز منهم فيلم ميكينغ توتوريالز ما نعرف شنو كذا كذا مي سان امبيش باش نخلي الجيمينغ معناتها جوست قاعد ننظم توا فما هيوج اناونسمنت باش يصير مش تو فيري فيري سون نعرفش قبل الفلوغ بعده ما نعرفش الاناونسمنت هذا باش يبدل برشا معطيات واللي يهبط برشا فيديوهات وفور بوسيبل نرجع للايف ستريم ونرجع للجيم بلاي وكل اما انا عطيتكم لي ريزون ليش لي ريزون هو انهم تبخلني برشا على الكونتنت كريشن و
باهي وينهم لي جيم بلاي؟ باش تقول لي اوكي لايف ستريم ممكن تاع غيزون معناها ميم سي، اما وينهم لي جيم بلاي؟ لي جيم بلاي ما عادش نحب، ما عادش نحب نقول للي ما عادش ياكلوا الخبز، اما ديما نقولها ونعاود نقولها مره 8000، انا انسان مانيش ضامر، معناتها مانيش ما نضحكش يعني حتى في دنيا مع العباد اللي يعرفوني. يعني كي باش تعمل جيم بلاي انت، يعني حتى كي عملنا لايف ستريم كملنا فيها جود اوف وار وريزيدنت ايفل اوتلاست 2 مع الهيد شوت لاست وكل سيتي سبونتاني على الاخر، معناتها حتى شيء بالرسمي خايف معناتها بالرسمي خايف، حتى الاولاد العباد معناتها اونجينيرال يقولوا لي العب جو تاع رعب، قول لهم ليه ما لعبش خاطر خاف، ما بالرسمي تخوف تلعب كاسك 7 بوان وتعرش عليه منين تجيك قلبك يدق في 3000 ومعلم ديريكسيون مخك يخف بلاس حما يغني سو ما عادش جيم بلاي كيك. اما كي باش تعمل جيم بلاي سيريو تبدا تفسر في الميكانيزم نتاع الجيم بلاي وهاو كجرافيك فيه مش نورمال وهاو ستوري لاين نتاعك كذا وكذا، ما عادش ما تلعب تقول كونسانفو نحبوا نلعبوا نحبوا نشيخوا نحبوا نضحكوا سو هذاك علاش بعد شويه على الجيم بلايز وبعد شويه على لي لايف ستريم. بار كونتر لي فيديو كيف Aliens, Area 51 ماش عارف راهي حتى في كادر ولا ما نورمال مون سافا تايم ترافل وغيره. اوه دراكو عملنا فيديوهات كيما اوه دراكو عملت تعرف فيديو Aliens قعدت 3 اشهر انا نكتب فيها، معناتها سي با فاسي انك باش تخرج حاجه هكاك خاطر انا فيد شوي اون تران دون ترانسميتر معلومات و ميم تو نخلق في الفانتزي، معناتها كتبت فرش الفيديو تبدا شيخ عامل جو مخك مستيمولي تبدا شيخ كوا فهمتني التيكس برشا وقت انك باش تلقى سوجي هذه ساعه اصعب حكايه، بعد اكتب المقدمه كيفاش تدخل السيتواسيون، بعد اكتب الجو باش تحكي واش ما تحكيش واش فما واش فماش، بعد اكتب الخاتمه، بعد حاسيلو سبخو برشا وقت. سانو بيش فما فيديو قاعده تحضر معنا باش تكون على نحرق لكم باش تكون على انتليجنس ارتيفيسيال سو ارتيفيشال انتليجنس سي بريف ابار هي تشخر في الليل راهو بلاصه ياسر مزيانه وطياره على الاخر و وسينو راهو فما فلوج عندي عندها فلوج اول مره تصور فلوج اول مره فلوج باش تطيح عليه تشوفوا باندا كيفاش تهبط فلوج عطون شوف شي يطلع خير من فلوجك اون بلوس شويه من الكاميرا نتاعو شويه من الكاميرا نتاع خليل شويه بالتليفون شوي بالدران شوي بكل شيء هسه وبرشا من باندا حسيلو قولونا في لي كومونتير شنو رايكم يا جماعه الفلوك تاع شكون خير اوف كورس معناها اوف كورس الفلوك تاع شكون خير ما تنساوش فرقعوا اللايك باتن سبسكرايب بوث اوف اس ادخل موني باندا تنحط لكم باندا في الاخر وسبسكرايب زاد انتو انا حتى جماعه باندا سبسكرايب يو لايك باي باي واي يا دوم شي تا موني يا سيسرو مرحومة باندا شو لطفه ربي يجبره برجو لا ربي حبس علينا العقل